اندلعت سهرة أمس حرائق مهولة بولاية بيجايا، وبالضبط على مستوى غابات درجينا والجبال المتاخمة لشاطئ الساكت. الحرائق مهولة فعلا واتجهت نحو التجمعات السكانية، ما خلق حالة ذعر كبير خصوصا مع انقطاع الكهرباء بسبب تلف الكوابل التي أحرقتها النيران. مصالح الحماية المدنية وفي بيان لها حددت موقع اندلاع الحريق بالمكان المسمى غش الباز بلدية بيجايا، والعملية جارية لإطفاء لحد الآن، فيما سجل حريق آخر بالمكان المسمى مهوي بلدية تيشي وقد تم إخماده بنجاح. الحماية المدنية ونظرا لهول الحريق قامت بتدعيم فرق التدخل يوم أمس بالأرتال المتنقلة لكل من ولاية البويرة، سطيف وبرج بوعريريج، كما تم تدعيم الفرق بالإسعافات الجوية لمواصلة العملية. اللهم بردا وسلاما على إخواننا في بيجايا، كان الله في عونهم. Ich kann nicht kommen, ich kann nicht kommen.